يلا عساك على القوة. عيالي الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من القرية التراثية. يسعدني أن ألتقي معاكم في برنامجكم عيالنا. برنامج عيالنا إن شاء الله بتشوفوا فيه كل شيء، كل شيء حلو، مال الأول ومال الحين. دايما نقول زمن الطيبين، خلكم معانا نروح في زيارة لزمن الطيبين وانتوا بعض طيبين، بس نبيكم كلكم انتوا وعيالكم تقعدون عند البرنامج علشان اي شيء عيالكم مو فاهمينه تشرحون لهم. حياكم معانا في برنامجنا عيالنا. ام العيون العذبه عرفتوها، ام المليون النخله عرفتوها، ام العيون العذبه عرفتوها، ام المليون النخله عرفتوها. يا سلام مخرج حط لنا هالغريبه، بس خلي الساس وياها. ام العيون العذبه عرفتوها، ام المليون النخله عرفتوها، ام المحبه والسلام دوم على ارضها مان، ام المحبه والسلام دوم على ارضها مان، ام الحضاره رفع المنارات، ام الحضاره رفع المنارات. عيالي الحلوين، عيالي الشاطرين، نرجع معاكم اليوم حق موضوع مهم. أذكركم احنا في وين؟ في القرية التراثية. القرية التراثية. القرية التراثية. يا سلام يا سلام يا سلام، القرية التراثية يعني فيه كل شيء تراث مال آبائنا وأجدادنا وشلون عاشوا. واحنا ما بقلنا حين عن النخلة، اليوم نتكلم عن النخلة. النخلة والبحرين يسمونها بلد المليون نخلة. بلد كم؟ المليون نخلة. حطوا بعد عليها مليون صارت مليون. حطوا بعد مليون شو صارت؟ مليون. يعني البحرين كلها نخيل كانت، والنخلة يسمونها أم الخير. أم الخير يعني النخلة هذه الحلوة الجميلة، طويلة ممسوكة، حتى شكلها جميل. عدل؟ بس شو تشوفون فيه انتو فوق؟ يعني شنو فوق؟ ساعة. يعني ساعة مثل هذه؟ ها؟ بس هاي طبعا صارت الشمس، بس السعف الأخضر الجميل. واللي مغطي السعف شنو ذي؟ مليف. هذه هذه. لا هو مليف هذه. من يعرف؟ هاي الخضرة. شنو هي خضرة؟ يا ري يريد 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 يريد. وكلها سحب. عدل؟ كبيرة وايد. شو هي؟ كبيرة وايد. طويلة وايد. اي هذه شو يسمونه؟ العسو. عصونا العسو. العسو. ايه سوي شيطانه لبلب بالعسو. هذه العسو ايش فيه؟ يابا. لا يعني هني في النخل، هو في النخل. عدل ايش فيه؟ نرطب. نرطب. حيو زلام. يعني النخلة أم الخير وفيه كل شيء. أول في عندنا نوعين من البيوت، بيوت يسوونهم من السعف والنخلة، وبيوت من الحجر، حصى مع الطين مع اليص. هذه كانت بيوتهم الأول.
لكن البيوت هاي اللي احنا نتكلم فيها حين هذه البيوت اللي جدارها من سعف ويسوونهم بطريقة حلوة ويرتبونهم ويسوون داخل فيها الكوخ. كوخ احنا نسميه الكبر، ويسووا فيه العريش بعد من اللي يريدوا السعف، ويعيشون في هالبيوت. هالبيوت يا عيالي طبعا في الشتاء تصير باردة عليهم، لكن قد ما يقدرون يغطونها قد ما يقدرون عشان على الأقل يعيشون في دفء، وفي الصيف يستانسون فيها. في الصيف لأن الهواء بارد ويستانسون فيها. نرد حق النخلة. النخلة فيها السعف، وعقب إيه هذه اللي فيهم الرطب. فيهم ايضا الرطب. اول ما يطلع اسميه رطب؟ لا نسميه خلال. قبل الخلال ابيض صغار يطلعون، شو نسميهم؟ لا قبل ما صار حبنبو. شو اسمه؟ حبنبو حبنبو. قولوا حبنبو 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 حبنبو. وعقب هالحبنب يصير خلال. خلاله 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 خلال. والخلال هذي يقلونه بعد يصير خضر، وعقب يصير نص ناضي ونص خضر ويقلونه، وساعات يشكونه ويعلقونه في رقابهم. عدل؟ كأن نقلس كأنها اللون والله مثل الكنار، وهو ممكن بس خضر اللون حلو. بعد يكبر الخلال ويصير رطب. رطب عارفين الرطب؟ رطب رطب التمر خفيف. لا قبل لا يصير تمر. تعرفون انواع الرطب اللي عندنا في البحرين؟ متى ايه؟ شنو هو؟ خلاص انت والله خلاصه. وبعد ايش عندنا؟ ها؟ خنيزي. وبعد؟ بعد مرزبان. مرزبان. وبعد عيال اللي قاعدين راح يشوفونا عارفين اشياء كثيره من الرطب، يعني اذا تروح السوق لايام الرطب تشوف انواع كثيره من الرطب، وكل واحد ياخذ اللي يبي وياكل عدل. اي عجبه زين. عندنا تمر شايفينه؟ سكري هذه؟ تعرفونها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. اللي يبي ياخذ؟ قول بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام يا سلام يا سلام. تفضلوا. يبي اي والله ايوه تمام. واحده منقز واحده منقز. خلاص تفضلي تفضلي تفضلي. بعد حلو ها تمر جميل حلو ولذيذ. في طعامه قطوه هني زين. عقب التمر احنا نحتاج حق شاي يسمونه قهوه. من بيصب لي قهوة؟ أنا. عارفين؟ يلا. شكرا. عفوا. لاحظتوا؟ مسك الدلة مرة ثانية. مسكت الدلة بأي يد؟ اليسار. اليسار. وعطتني الفنجان بأي يد؟ اليمين. مرة ثانية. شكرا. فرضا أنا شربت القهوة. إذا أنا أبي بعد صبلي شو أسوي؟ شلون؟ خليها دي سيدة 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 هاللون يعني؟ لا في سيدتها. زين بتكون بالصبلي إذا ما أبي أنا اللي أهتز والله الفنيالي يهتز. عبال بعد أنا أهتز أقول هذه معناها عارف العرب عدل؟ ترون ليش هاي صارت شنو هاللون؟ شنو؟ لأن في ناس ما قدرون يتكلمون إيه؟ فمش دي سووا إشارة أن إذا مدوا يدهم يبون زوج، وإذا خضوها أن يعني إذا هزوها ما يبون. يعني تقول لأن شلون إذا ناس يعني صموا بكم إيه؟ الناس ما يعرفون يتكلمون يقول لهم بس فيسوون بهالطريقة هذه. إنزين نكمل موضوعنا يا عيالي. نرجع حق النخلة. النخلة فيه الجذع. الجذع هذه الأساس فيها. شو يسوون فيه؟ شو فايدة الجذع هذه؟ نقدر نسوي بها كراسي، مثل نقص الشجرة بعدين نقصها نص
ايه ونقعد عليها. زين بعد شو الفايده بعد؟ من يقول لي؟ ابوي شو اسمه؟ عمود. عمود في وسط البيت عشان يوقف البيت ما يطيح عليهم. صح 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 صح. اول شيء يحطون فوق كل شيء الاسعافه، بعدين يحطون ما في طابق، حط لي ما في حل طابق ذاك الساعه، حط لي ذا في الوسط هاللون وحطوا مني السعاف وغيره عشان هو في هو عباره اي. بارك الله فيك. المهم عيالي، البحرين مشهوره بالنخيل مثل ما عرفت، ومن النخيل سوي لنا اشي وايد، ومن النخله ناخذ مثلا نسوي بعد بس ما طلعت مهفه تفضل. اذا ما طلعت النخله زين ايه، ويسوون بعد من شنو؟ السفره. السفره مالت الاكل. من يقول من لا مو وزوريه ما يصير. السفره ليش تصير دائريه؟ ليش يسوون دائريه؟ ها؟ لان يمكن يسوونها على شكل الجذع مال النخله. لا ليش يسوي دائريه؟ يسوونها دائريه عشان العائله كلها تاكل. عشان العائله كلها دار ما دارها، وكله يطلع الثاني ويعطي الثاني ويحترم الثاني، كل واحد ياكل من قدامه. اذا هني عندنا اداب المائده، شلون الواحد لما يجلس عند السفره شلون هو يبتدي قبل العود قبل وعقب الاصغر والاصغر، وبعدين الواحد يجلس على السفره هل يبي شيء ياخذ من قدام اللي يمه؟ لا. لا بس كل واحد من قدامه عدل. وقبل لا نبدا شو نقول؟ وإذا حصل نسينا ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أوله وآخره. وإذا خلصنا شو نقول؟ الحمد لله رب العالمين. دائما عيالي نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على النعم اللي أعطانا عشان الله يزيد من خيراته. دائما بسم الله ونخلص ونقول الحمد لله، لأن كل هالنعم هذه وكل هالخير من عند الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ عيالي احنا لما كنا صغار ابهات امهات يقولون رقدوا لا تيكم ام الخضر والليف، ونخاف نقول شنو ام الخضر والليف؟ شنو ام الخضر والليف؟ تعرفون شنو ام الخضر والليف؟ النخله. ام الخضر والليف صح، النخله، واحنا نخاف منها اول. زين بقول لكم انا مثل، يقولون عذاري تسقي البعيد وتخلي الجريب، ايش معناها؟ إيه يعني شلون المثل؟ ليش يقولون عاد؟ يعني هل يقصدون هم عين عذاري فعلا تسقيل بعيد وتخلي الجريب، ولا له معنى ثاني؟ يعني له معنى ثاني. شلون يعني؟ يعني الانسان يعطي الغريب ويعطي الجريب. صح، يعني هو عنده بيزات مثلا والله عنده خير، يروح يعطي الناس اللي ما يعرفه من بعيد والقريبين منه واهله ما يعطيهم، يقول عذاري تسقيل بعيد وتخلي الجريب. زين مثل ثاني، يطلع الحب على بذره، شلون يعني يطلع الحب على بذره؟ يعني اذا حطيت ايه حطيت شنو؟ يطلع يعني نحط بذره وتطلع النخله، او انه يعني نحط مثلا شيء مالت كنار، حب البذره كنار تطلع كنار، حب مالت اللوز تطلع بلوز، ها؟ لكن ايش معناها عاد؟ له معنى مو كذي هم يقصدون. من يعرف ايش معناها يعني؟ ابوي يعني لما الام تولد ويكبر ويصير مثلا شيطان يقول طلع نفس فلان او طلع نفس امه. جذي ايه اللون؟ طلع حب على بذرة، يعني طلع حد من اهله ولا شيء ولا ايه اللون يقولون. هي
استنسنا معاكم اليوم، وإن شاء الله عرفتوا الشيء الكثير، واللي ما عرفتوا سألوا أمكم، سألوا أبوكم، سألوا يدكم يدتكم، الأكبر منكم يعطوكم معلومات أكثر وأكثر. نحييكم من القرية التراثية ونلقاكم إن شاء الله على خير وفي أمان الله.